السلام عليكم. امتحنت النهارده تفسير الثانويه الازهريه. ايه اخبار التفسير؟ تمام الحمد لله، بس الامتحان برضه كان متوسط. كان ايه؟ متوسط. الاسئله بتاعتها متوسطه، بس المشكله في المساحات بتاعت الاجابه، في اجابه تبقى كلمتين ويجيب لي ثلاث اربع سطور، وفي اجابه تبقى ثلاث اربع سطور وهو يجيب لي سطر واحد. طب اعمل انا فيها ايه؟ طب ده معناه ايه يعني؟ هو عاوز بيزودك في الاسئله، عاوز يتفادلك عليك، هو لاقي الماده سهله عاوز يتفادلك عليك فيها. طيب مستوى الامتحان عامه؟ متوسط. اسم الكريم؟ محمد حمد. ايه اخبار الامتحان التفسير؟ الحمد لله كان سهل النهارده، بس زي ما قال زميلي كده الاجابات كان مشككنا في المساحه بتاعت الاجابه. في اجابه صغيره بيجيب لها مساحه كبيره، وفي اجابه كبيره بيجيب مساحه صغيره، ومش عارف ليه المشكله دي. طب غير النقطه دي تاني؟ في يعني الاعرابات او نظام الاسئله المفروض تبقى مباشره يعني شويه، ما تبقاش فيها لف وكده يعني. يعني كان في نقاط النهارده فيها لف ودوران. كان لف كده نقطتين كده. طب في حاجه مبرمجه فيه؟ لا كان كله تمام، ويعني في مستوى الطالب المتوسط. كان الوقت كافي؟ الوقت كافي؟ الوقت كان حلو ساعتين. عايز تعليق حاجه تانية؟ لا تمام، شكرا.